عداي اخذ الشاورما ورايح فيها. وين رايح؟ مش في البيت عداي. عداي شايفة يا ماما؟ نعم. اليوم واحنا بنسلق واحنا يعني الأرض كانت تقرأ لنا في الامتحان، البنت صفي يعني عاملة بإيدها عملية صارت تجاهها من الكتب اللي هي، وأنا والأرض حزننا عليها كتير، اللي هي الأرض ساعدتها عاونتها الأنتي؟ عشان عاملة بإيدها عملية. طب كويس، مليح، سلامتها يا جولي. يسلمك. أثرت عليها يعني؟ والله حزنت عليها يا ماما، قاعدة تصيح في الصف. الله يشفيها. سلاف. نعم يا ماما. تعالي يا ماما. نعم. راح تقعدي على الشاشة. طيب ضبطي مكان الأكل؟ نظفت وجلاتي؟ الله يسعدك ويرضى عليك وانت وخواتك. ماما. نعم يا ماما. اليوم سلاف، احكي لك هالإشي، اليوم سلاف ضربتني بظهري وعلى كتفي. ليش؟ انت عشان حرجت علي ما ضربتهاش ولا غلطت عليها ولا استفزيتها، عشان اكبر مني. ليش يا سلاف؟ ما هي خلتنا عصب يا ماما. فش تعصبي، يلا بدك تتاسفي لو تبوسيها. يلا طيب. يلا ما دام احترمتك بدك تحترميها. يلا زي ما احترمتك بدك تحترميها. يلا تاسفي. انا اسفه. ضحكة جولي حبيبتنا، كنا حبيبتنا كنا جولي صح؟ يعطيك العافية. الله يرضى عليك. وخلاص اقعد انت وياها ربع ساعة على الشاشة، وبعد هيك بتروحوا تدرسوا. طيب ماشي. الله يرضى عليك. شغل الشاشة. سلام. نعم يا جولي. حط على الام بي سي 3. لا يا حبيبتي انا ما بحطش على ام بي سي 3، انا بحط على اليوتيوب قصص عربيه كثير حلوات على اليوتيوب. انا بدي ام بي سي 3. بالله بحط الكش ام بي سي 3 تبعت الصغار. انا يعني شايفاني كبيره، انا صغيره. قصص العربيه كل بدي انا بدي على الشاشه قصص عربيه. ازاي بدي على قصص عربيه؟ استغفر الله. اليوم انا بدي احضر ام بي سي 3. اسمعي، عاجبك مش عاجبك تحضريش، بلاش. احضريش هاي رح. ما انت مش عاجبك، انت بتكشح على قصص عربية، ايش تسوي لي؟ هاي رايحة احكي لها. طب تعالي خلاص بحكي لك. ايش بدي احكي لها؟ ايش في؟ انا هيني جيت. ايش مالكم؟ ليش صوتكم طالع هيك؟ سلاف مش راضي نحط على الام بي سي 3، كل ما بدي اقعد على الشاشة بدنا قصص عربية، بدك ام بي سي 3 وانت ايش؟ وانا بدي القصص العربية اللي على اليوتيوب. والله احلى يا ماما. انا اعطيتكم بالاول ربع ساعة تقعدوا، هلقيت بدي اعطيكم ثلث ساعة، انت 10 دقايق ام بي سي 3 وانت 10 دقايق قصص عربي، تمام؟ تمام. مش اسمع صوتك ولا صوتها. ماشي. يلا انا الاولى. طيب انا الثانية. كرة الكريستال. قديما عاشت ساحرة في الغابة مع أبنائها الثلاثة. كلم رنا أشوف شو طابخة اليوم لأني مسنفر من الجوع. هذا محمد. يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. يعطيك العافية حبيبتي. أهلين الله يعافيك. شو تغديتوا؟ الحمد لله تغدينا. شو طبختي؟ والله ما طبختش، كان لنا اكل وتغدينا احنا والولاد. طب انا هيني جاي، شو تعملي لي اكل ولا اجيب اكل جاهز معاي؟ ايش الدعوه جاي؟ مش عادتك تيجي هالقيت بالوقت هذا، دائما بتيجي متاخر. والله المدير روحنا وخصم لنا ساعتين اليوم من الدوام. طب والله ممتاز، يلا خليك ترتاح. والله لسه انا بالنسبه للاكل ما جهزت الكاش. يعني اجيب معاي جاهز خلاص؟ اجيب معك، جيب على قدك. متأكدة بدوش حدا ياكل منكو او اشي؟ لا كلهم تغدوا. طيب ماشي، بدك حاجة اجيب لك معاي؟ لا سلامتك. ماشي حبيبتي، يلا سلام. مع السلامة. خلاص خلينا نروح على المطعم واجيب الاكل. سلام خلصت القصة، يلا اعطيني انا بدي احط على ام بي سي 3. يا سلام ريحة الأكل طيبة.
لا 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 غدا محمد جايبو إله. يلا صحتين وعافية على قلبي. شو هذا؟ ده شوفه شوفي. آه والله شاورما. معقول هذه لبابا الشاورما؟ خلاص أنا بديش ألعب فيها. صحة وهذا اللي نعم. شايفة؟ رحت على الكنب اللي أنا لقيت ظرف وفيه شاورما. شاورما؟ آه. مين اللي جايب شاورما؟ بعرف الشي، يمكن بابا. آه والله بابا متغدى معنا. آه والله والله شاورما. آه والله والله يمكن لبابا. خلص سكر. والله جاي من رحلة من عند الكنب. وش هذا؟ الله. واو شاورما. الله يجزاك. بدي ارجعها المكان اللي مش فيه. جزاك الشمس. راح ارجعها. ما حنشوفني. طلع الغرفة. والله مسنفر من الجوع. شو هذا؟ مين اللي ماكل الشاورما؟ رنا. نعم. تعال. نعم. تعال. نعم. انت اللي اكلت الشاورما؟ لا والله انا شفتها بس ما لعبتش فيها. مين اللي اكلها؟ والله جوليا. نعم. تعال. طيب. نعم يا بابا. انت اللي اكلت الشاورما؟ لا يا بابا انا شفتها وما اكلتهاش بالمره. سوليا. لا. تعالي. طيب. مين اللي اكل الشاورما؟ والله ما اكلنا. يقبل سوليا في اللي اكلتها. نعم. انت اللي اكلت الشاورما؟ انا لا انا جيت وشفتها بس ما اكلتهاش. شفتيها وما اكلتهاش. لا. عدي. هذا مش هان طالع. يبقى واحدة منكم انتوا الثلاثة اللي اكلت الشاورما. فالأحسن تعترف. بابا ما كلنا. ولا احنا بابا ما كلنا. هات كتاب الله نحلف لك عليه كمان. بدي اشتحي فيك. انا في كاميرا مراقبة حطتها في الصالة. هلقيت بفتح الجوال وبشوف مين هو اللي اكل الشاورما. كويس. تمام. تمام. فينا. تمام. يلا. طيب يلا. وانا ليش حاطط كاميرا مراقبة؟ هيتك جيت انت يا رنا. شكلك انت اللي مخداها. شو؟ لا رنا تركتها وراحت. هيا جت جوليا. يقبل انت يا جوليا اللي اخذتيها. لا. مين اكل الشاورما؟ اول شوف بعدين بتحكي. برضو شفتها وراحت. واثقة من نفسها.
مش ضايل الا انت يا سلاف. ما كانت هاش. لا انت. عم نشوف. فيش حدا غير كنتوا الثلاثة في الدار. شوف شوف. انت مهزج مني. شوف. برضو شفت التوراة. طب مين اللي اكلها؟ وين راحت الشاورما؟ عدي. عدي؟ عدي مش بالبيت. عدي مش بالبيت. عدي اخذ الشاورما ورايح فيها. وين رايح؟ مش بالبيت عدي. 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 انا افتح. وين؟ يعطيك العافية. وعافي. انت في الدار؟ حكيت لماما انك كان؟ لا. لا؟ لا. طيب الشاورما اللي كانت على الطاولة انت اللي اكلتها؟ شاورما؟ شاورمتين. شاورمتين؟ طيب يلا تفضل يا كبير، انا بدي اعرفك اي شاورما. صحة وهنا على الشاورما يا ودي، عارفك كيف بتكذب ثاني مرة.